السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ أخوكم سامح الخوالق من نواقط رحال. ده الحمد لله رب العالمين بفضل الله رزق يوم الجمعة 8/3. أنا حطيت المقطع دوت في أول الفيديو، فيديو شرح، عشان أنا قلت في آخر الفيديو إن أنا هنوري لكم الكلام ده عملي في أرض المعركة اللي هي كانت النهاردة بإذن الله. طبعًا إحنا صورنا فيديو طويل، ما نقدرش أنا نعمل لكم فيديو 40 دقيقة، خدت منه اللي انا محتاجه في الشرح، وبقيه الفيديو ان شاء الله في الفيديو اللي بعد منه هنبقى نسيب الرابط بتاعه على الفيديو دوت باذن الله. سلام عليكم. تمام. ايوه سلام. احنا بنحط الفيلا دي عشان نعرف طريقه فين، وعشان لما نيجي نرفع المدور ما يضربش في اللمبوب يكسره. تمام. وانا هنربط انا القربه اهي كده، انا هنربط صنار واحد عشان نسهل الموضوع علينا وعلى الناس. معلي صوتك بس عشان ايه؟ ماشي كده. انا معلق الخيط بتاع القرمه في المدور، هنجيب السنار كده لفوق وهنيجي عامل عقده واحده هنلفها حوالين نفسها الخيطين مع بعض، هنعمل خيه كده بالخيطين وهنعدي الخيطين من قلب الايه؟ من قلب الدايره. ادي واحد، ادي اثنين، وهنشد جامد كده. اول ما هنسيب الصنار هيبقى ايه؟ باين اللي فوق ما ينزلش على الخيط، وهكذا هنكمل بقيه القرمه بنفس الطريقه ورانا في الاخر، بس هنختصر عشان الوقت. خليكم معانا يا جماعه، افهموا انشرها ومنوعات رحاله. ماشي تمام. بص القرمه اهي بعد ما خلصت، دي طريقه التطعيم ان شاء الله. الرصاصه دي يا جماعه 200 جرام عشان هنشتغل على المزيله. تمام. هوريكم بقى اختراعنا في الفيديو اللي قبل كده، بس كمان شويه. ايوه، تمسك العقر من ديله وتعدي السنار كده وتلف وتزف. بس في ناس بتنظف العقر من القش، في ناس بتشتغل على البرغوت كويس، بس ده انسب حاجه. خليكم معانا بقى ان شاء الله، اول ما نرمي واول سمكه ان شاء الله جايين لكم تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخوكم سامح الخوالقه من دمنهور، قناه منوعات رحاله. النهارده شباب احنا هنعرفكم العده اللي احنا بنستخدموها في رحلات التسقيط. ده يعتبر اول فيديو تعليمي في القناه، وهندمج الفيديو ده ان شاء الله باول رحله تسقيط جاي، بس عشان يبقى ايه عندنا خلفيه واحنا شغالين في الرحله. لان انا بصراحه طماع صيد، وقت ما بنطلع نصطاد بنبقى ايه عايز نصطاد ما بنعرفش نصور، فقلت نمهل عشان تبقى الناس اللي ايه اللي ما عندهاش خلفيه عن الكلام اللي انا هنقوله ده تبقى ايه متابعه معايا وفاهمه ايه اللي بيحصل معايا في الفيديو. بصوا يا شباب، الخيط اللي هو بيبقى ملفوف على خشبه ده احنا عندنا هنا في مصر بنقول عليها اسمها لنسة. طبعا الكلام ده للناس اللي هي ما تعرفش اي حاجه خالص عن اللي انا بنتكلم فيه ده، في ناس محترفه واقوى مني واقدم مني في الصيد. وبرضه يا جماعه عشان تبقوا فاهمين، انا بوجهه نظري انا الصيد 99% منه رزق، 1% بس هو اللي حرفنه. ده برايي، بالرغم اللي احنا بنعمله ده كله، بس هو في الاخر 99% منه رزق. دي يا شباب هلب، الهلب ده احنا بنجيب عليه ريش. الشغل ده يدوي، شغل بحاره، لان انا قعدت 7 سنين شغال في البحر، فكان دي الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها. بس هو انا في البحر كنت بنشتغل بهلب 10 وخيط 180. لما جيت نزلت هنا في البحر الابيض عندنا هنا في اسكندريه، قريب مننا، انا من دمنهور يا جماعه، بس بننزل اسكندريه عشان نصطاد، قالوا لي ان الخيط ده كبير جدا علينا، انت كان بينفع معاك جوه عشان انتوا بتمشوا مثلا باليومين وبالثلاثه في المركب، لكن احنا هنا كل القصه بنمشي نص ساعه بس، فمش معرضين لسمك كبير يعني. فالمهم خلوني نصغر الهلب اللي انا شغال بيه دوت هلب 3، بنجيب عليه ريش بنلفه بخيط حرير، بيبقى بنفس المنظر ده على واير سلك. الواير السلك ده عشان يبقى لين في الخروج والمشي،
دي يا جماعه، جماعه في اسكندريه هنا بيقولوا عليها جرايه، احنا انا متعلم اسمها من السوريين، فبنقول عليها شحطاطه او ريشه او الكلام ده. كنت طبعا شغال بخيط 180، ف خليت ال 180 وخليت 15 متر قدام خيط 120، وبين كل 5 متر بنحط رصاصه 40 جرام. تمام؟ ديت اول ما المركب بيمشي بنرميها ورا المركب، بتفضل تجر ورا مني، بنسيب لها طبعا الخيط وبتفضل ماشيه. بيدخل عليها باذن الله سمك التونه، الكبريته، اللمبوك، الدراك، بتبقى رزق يعني من عند ربنا. احنا واحنا كده ماشيين، فالنص ساعه ولا الساعه اللي المركب بيمشي فيها بنرميها ورا مني، وهي بقى والارزاق بيد الله يعني. ضربت معايا، ضربت، ما ضربتش، ما ضربتش. بس انا بصراحه العده ديت لسه ما استفتحتش بيها، لكن انا لله الحمد يعني اصطدت بيها كذا مره قبل كده، بس بعده تانية يعني. ودي يا جماعه الصنار ده صلب كبير، ده اول سمكه بنطلعها بنشكها فيه حيه، وبنسيب منها 30 متر. الخيط ده 120 برضو، الرمال بتاعه سلك، واير سلك ستين، وحطيت لها رصاصه ايه مش حوالي 80 جرام. بنسيب منها مثلا 30 متر او حاجه زي كده، وبنيجي في اخر ال 30 متر بنربط ازازه ميه صغيره، بنربطها بخيط حرير وبنيجي رابطها عليه ونسيبها زي دليل. ساعة ما بنلاقي الإزازة دي بتجري معايا أو بتتحرك من مكانها حركة غريبة، بتبقى كده ضربت إيه؟ سمكة كبيرة. الصنار ده بصراحة معايا من زمان، فأنا مش متذكر مقاسه عشان إيه ما نقولش حاجة غلط، بس هو أي صنار كبير يناسبك للحي. الصنار ده صلب معايا من زمان، بقاله أكتر من 10 سنين، وكنا شارينه تقريبا من عمان أيام ما كنت بنشتغل في البحر. ده كده يا جماعة إيه؟ العدة دي مش أساسية، أنت بترميها وأنت ماشي، وبترميها وأنت قاعد، وهي بقى ونصيبك يعني. بس هي لما بتضرب بتضرب حاجة كبيرة خالص. لما نيجي نتكلم بقى يا جماعة عن الصيد في المالح، احنا بنصطاد في المالح بالمراكب. الرحلة اسمها تصقيد. التصقيد ده الجماعة هنا في اسكندرية بيقولوا عليه تصقيد وعر وتسقيط غزيلة. تسقيط الغزيلة بيبقى المركب بيدخل في الغرق، بيمشي مسافة طويلة جدا، و لحد ما بيدخل في الغرق تقريبا يعني بيبقى تحت مننا عمق 70 متر تقريبا يعني، انا مش متأكد من الارقام، بس ده تقريبا يعني زي ما انا بنقول ايه في حدود 70 متر. الارض بتاعت الغزيلة بتبقى ارض رملة، والمركب بيبقى مسوح او مسرح ايا كان المصطلح. يعني ايه مسوح او مسرح؟ يعني مش ثابت. المركب بيبقى ايه؟ بيبقى ماشي مع الريح، الريح هي اللي ايه اللي بتزقه. وانت بترمي برصاص تقيل، عشان الحكمه في الرصاصه التقيله ان هي تنزل معاك بسرعه، وبتبدا بقى تجر وانت ماشي. ده للغزيله. وفي رمي تاني اللي هو الوعر. الوعر ده بتبقى الارض اللي انت بتصطاد عليها ارض صخر، والمركب بيرمي الهلب بتاعه ويفضل الهلب يجرجر لحد ما يعشق في الارض يثبتها، وبيبقى الاعماق بتاعه في حدود 30 متر 40 متر. العده اللي احنا بنستخدمها عشان ما نقفرش، انا اصلا ايه مدمن شراء عده يعني، ربنا يهديني ونبطل الموضوع ده. انا دي العده ديت يا جماعه اللي انا بنشتغل بيها في البحر باذن الله. معايا الثلاث عيدان دول، بس طبعا ما بناخدهمش كلك، انا بناخد عيدان. العود ده مترين. بص يا جماعه عشان ما نطولش عليكم، المكنه ديت فايكنج 50 50، هي قيمه بس انت مش مرتبط بيها، مش لازم يعني تطلع بيها في المالح. ال 50 50 دي عليها عود 160، انا مستحب عندي ان انا نشتغل بيها في الوعر اللي هو القريب، لما تبقى الارض 30 متر بنحط عليها رصاصه خفيفه 60 او 70 او 80 جرام، بتبقى حلوه معايا خالص. العود اللي هو ال 160 ده انت مش مضطر برضو لكده. عندك العود ده مترين و10،
عليه مكنه اكوا مارينا. المكنه دي صيني بس اثبتت وجودها في المالح. المكنه دي 8000، احنا النهارده 2/3. انا في راجل ابن حلال عندنا بيبيعها في حدود 190 جنيه، مش هنقول اسامي طبعا عشان ما تبقاش دعايه او كده، بس انا ايه المكنه دي لحد 200 جنيه او 210 ده سعرها كويس، اكتر من كده باوفر في ال 8000 دي. مكنه صيني تعمل 200 جنيه والعود دوت انا جايبه ب 90 جنيه ده مترين و10 على 8000، ده يشتغل معاه وقر ويشتغل معاه بوزيله، ما عنديش مشاكل بالنسبه له زي الفل. وعندي العود ده 2.40 متر، ودي برضه فايكنج 50 80، يعني 8000 بتعادل ال 8000، بتعادل نفس القوه بتاعت ديت، بس الفرق ان ديت معدن ودي ايه بلاستيك. ده العده اللي انا بنشتغل بيها. الخيط اللي عليها 50، لما تيجي تشتغل تسقيط المكنه لو عليها خيط 45 هتخلي خيط السبحه 40 والرمال 30، ولو المكنه عليها خيط 50 هتخلي خيط السبحه 40 والرمال 35. انا عايز نرمل لكم بالمره، نعرفكم السبحه بتتعمل ازاي. انا كده الفيديو طول بس في ناس اكيد محتاجه الكلام ده، فمعلش بقى سامحونا على الايه على الاطاله. هو انا ايه عشان برضو ما نطولش مش هنرمل الصنار، لان المفروض على الاقل خالص اللي عايز يطلع اللي عايز يعمل ارمه يبقى على الاقل خالص بيعمل ايه بيعرف يعمل صنار، لكن انا هنعرفكم ازاي السبحه بتتعمل. انا صناري المفضل يا جماعه في المالح وفي العزب صنار 5، بس في المالح احنا بنشتغل بصنار كفته. كفته ده يعني ايه؟ يعني المعلقه بتاعته بتبقى طويله شويه. حاسب عم يحيى عشان انت هتدخل البتاع دي على عيني. بصوا يا جماعه احنا ده هنقول ان ده خيط السبحه، تمام؟ هنجيب مثلا دي من هنا اهيت، هنسيب من هنا من تحت كده مثلا حوالي 30 سنتي او 20 سنتي او 25 سنتي. الصنار ده بيبقى ايه؟ بيبقى لتحت كده ناحيه ال 25 ايه؟ ال 25 سنتي. رابطه السبحه ديت بسيطه جدا، السبحه او الارمه عشان المصطلحات من بلد لبلد. بتيجي بتعمل ايه؟ انت ماسك الخيطين دول مع بعض هم متوازيين مع بعض. بتيجي عامل عقده بتلفها حوالين نفسها، الخيطين مع بعض بتلفهم مرتين مع بعض، بتعدي الطرف اللي هو الطويل ده ادي كده مرة وادي كده مرة، وبتيجي رابط وشادد عليها. السنار ده بيبقى لتحت ناحية العشرين سنتي، بتفضل تكمل ما تخليش بين السنار وبين الخيط الارمه اللي انت هتشتغل عليه ازيد من 12 سنتي. نفس الكلام ده الغزيله بتعوز صنانير ياما، انا بنتكلم بالعاميه، يعني سبحه الغزيله عايزه مثلا يبقى عليها ايه لو لحد 10 صنانير كويس، 8 كويس، 9 كويس، 7 كويس، مش تشمئز بالمعاد. الوعر ما تزودش عن 5 صنانير، تمام؟ بتفضل ماشي بالسبحه دي بنفس الطريقه دي كده، وهكذا 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 وهكذا، وفي الاخر بتيجي رابط في المدور اللي هي تحت. ليه؟ عشان الصنار يفضل مايل معاك كده ما يميلش مع القيد. وبتيجي حاطط الرصاصه اللي انت هتشتغل بيها. اللي احنا مستحب معانا مثلا هنا بنحط احنا على المدور ده، المدور ده بنحط له فله صغيره عشان تبين لي بس طريق الخيط. الفله دي بتبقى حره رايحه جايه، بتيجي على اول الميه وبتفضل عايمه بتعرف لك طريق الخيط فين. وبتيجي رابط مثلا المدور من هنا، والرصاصه بتاعتك بتبقى ايه؟ بتبقى تحت. معلش احنا طولنا في الفيديو ده، ان شاء الله هنصوره فيديو عملي فيه كل اللي احنا قلناه ده، وربنا المستعان. ماشي يا جماعه، دي مكتبه اسكندريه اللي هناك دي. معاك يا محمد. ده واجهة اسكندرية بالبحر بقى من جوه.
ادي اسكندريه من جوه. يلا ابو سبع هينزل اهوت ايه بالحاجه بتاعته. يلا ارمي ارمي يا موح بالريش. يلا يا موح. طبعا في ناس ياما خوفونا قالوا لنا هتدوخوا وكلام من ده. ربنا يصلح دلوقتي مفيش حاجه بس الموجه على سامه. لا بالعكس بحر حلو يعني. ما علينا ربنا يستر. نور قريب هنصورك من قريب دلوقتي. حاجة اسمه ايه؟ اسمه اسامة. عم محمد نسيم البحر. عم محمد نسيم البحر. نسيم البحر ما شاء الله اسمه مركب يعني ولا انتوا حطيتوا له البحر في الاخر؟ هو اسمه ده. طيب ماشي. اه يا جماعه سامح لا ما هو ربنا يرزقنا بحاجه كده على وش الفيديو كده ربنا ان شاء الله يكرمنا. طبعا كله بيحضر عدته. حضر عدته. حضر عدته. ايوه. خليكم معانا يا جماعه ان شاء الله باذن الله هتنبسطوا. طبعا كمان شويه مش هتشوفوا حاجه الا البحر بس. ورانا هناك هي. انا حابب ان انا اصور لكم كل حاجه والله عشان تنبسطوا يعني.